ممكن تدخل قلبي وتسحب حبي. كيف الحال؟ جاتلكم فيديو جديد. انا لمر من قناة مسلم مورا. جايزكم اليوم الفيديو حلو اكيد هيعجبكم، عشان جايز اليوم هقضي يوم كامل من غير روبيكس، اوكي؟ فاكيد هيعجبكم. اوكي سيارة شو على فكرة هاي؟ اختفت. جالسة هحاول اعيش من حياتي من غير رابط كذا، مواصلات وكذا من غير رابط يعني. شو بس يلا، هذا على فكرة أكثر بيت بيجذبني والله، ومرة بحبه هذا البيت. أيام لما كان ما عندي روبكس كنت أكثر بيت بحبه اللي هو هيدا، بس هيدا. وهس عشان الكريسماس هعمل كل شيء أحمر. شوفوا ما أجمل البيت، يا الله ذكريات والله البيت رهيب. صدقات بصراحة، بس دقيقة بعمل فيها مقلب. أنا كأني كذا صنم ما بتحرك أبدا، كأنه روبلوكس كذا. أوف يا الله. أوكي جايز، قررت أجاوبها وأقول لها لا لا نو، ما أبي أخت غير تقوى. اوكي جايز هس اخلص الفيديو. اوكي هس جايز لسنا كتير اشياء بنعملها، هنتسوق وبنجي ومن غير روبكس. اوكي هس بفتح الخزنة وباخذ منها فلوس عشان اروح واشتري كل اللي بدي اياه ومن غير روبكس. يا الله. اوكي يلا بسرعة يلا جايز. انا كنت يعني فاز بصراحة جايز، انا اكتر اشي حمسني على هاي القناة البنت دي والله، ما بعرف اظن اسمها مي كذا، عشان هي ما مي وما مي مسمية حالها باليوتيوب ما بعرف، بس كثير بشكرها عشان من اول ما بدأت القناة وهي بتشجعني. اوكي والله بشكرها مرة. اوكي فين بنروح؟ اول اشي السوبر ماركت. لا جايز دقيقة بسحب فلوس من ماكينة الاتي ام. أبيهم هذا الأشياء.
أخذت مي؟ لا جايز ما أخذت مي، ف هرجع أعين. جايز ما أقدر أخذ المي لما أبي بيتي يتحرق. أوكي أخذت حليب وأخذ كمان عصير. كولا، كوكا كولا. اوكي جايز، لسه ايس كريم. ويلا انت متضمن، خلصنا تسوق. يا والله بحط المشتريات في العربية واركب الفريق بتاعي. اوكي لسه ما تفتح ذات. اوكي يلا بسرعة، في حد باين هنا. جاب لي اس بي اي سي. هيا بنت، والله حلو هاي البنت، حلوة. عندها رابط، بس يعني هي ما مالت ولا اشي بالرابط. اظن وبجيب مشروب ستاربكس من زهاي الأول، وبجيب مشروب ستاربكس. يا الله أظن لسه أشياء بعملها، زي كيف هروح حس المكان مرة بحبه. يا الله على فكرة هذا المكان مرة بكرهه، مو مرة بحبه، بس هبقى فيه شوي أقرأ كتب. بس بدي اروح بدك تروح على البيت؟ لا طبعا، ابي اكمل اتفسح حبيبتي. وين حتتفسحي يعني؟ ما في مجال انك تتفسحي، شوفي الاماكن. يعني بدك تروحي توصلي بريد؟ ها قدام. لا طبعا، بس شو بدك تعملي؟ بدك تروحي المدرسة ترجعي صغيرة؟ لا طبعا، انا على فكرة جايز تقوى بتكلمني. ليه بجنبي؟ بدك توصلي بريد؟ عارفة ملجأ جايز، هذا الملجأ على فكرة والله نقدر نعمل فيه كثير اشياء. حلو اكثر من الملجأ اللي قبله، يعني اثنين ملجأ بس. ذات على فكرة مو ملجأ جايز، دايك حضانة، داك دايكر حضانة. هيدا ملجأ، هيدا ملجأ. طبعا اقدر انام؟ والله اقدر انام. حلو انتي. حلو حمام، شو بدك تعمل؟ تغسل ايدك. يلا بدنا نروح على البيت. يلا بدنا نروح على البيت. طبعا الفيديو مرة ممل على فكرة، والله علشان من غير نجمة. ايوه كثير ممل. هخلي هاي السيارة هنا. بتروح بالقطار يعني؟ يب، بس هياخد وقت وقت عادي جدا. بكل مكان في، يعني في بكل مكان. يب في بكل مكان على فكرة والله. وصلت هس؟ لا ما وصلت. وصلت
انا على فكره والله بدي اشتري عشان فيه عليها كتبت احلى نظار واحلى دقائق. ومبروك ال 206 مشتركين عقبال ال 1000. اوكي بس يلا باي. لكم على قناتي اللي هي اسمها مس تاكوا، بدكم تشتركوا فيها. اوكي يلا بقول لكم جملتنا الشهيره، يلا باي. بتقول ايش هالحلاوه، انتي يا بقلاوه اللي بتثقلي علي وانا باغر عليك من الهوا.